فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما القول الصحيح في مسألة الحجاب؟ لأن بعضا من النساء تأخذ بتغطية الوجه في هذا البلد، فإذا سافرت كشفت وجهها وقالت إن المسألة خلافية، وإن هناك من يقول بعدم وجوب الحجاب وهو تغطية الوجه. الله لم يأمرنا بتتبع الخلاف، أمرنا باتباع الدليل، والدليل الواضح مع من أوجب ستر الوجه من الكتاب والسنة، وأما من أباحه فليس معه دليل، ليس معه دليل يعتمد عليه. والشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنه كان في أول الأمر، في أول الإسلام، يباح للمرأة أن تكشف وجهها، ثم نسخ ذلك وأمرنا بستر الوجوه فيؤخذ بالناسخ ويترك المنسوخ. هل يخاف الله يخافه في السعودية وفي غيرها، وأما اللي يخاف الله بموضع ولا يخافه بموضع هذا منافق، نسأل الله العافية. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.